بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم يلقاه. السلام عليكم جميعا أخوتنا في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، تقبل الله منا ومنكم الصيام وأعاننا أن نبادر ونغتنم ونسارع فيما تبقى من هذه الأيام العظيمة الفضيلة يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله أريد منكم نشاطا وأريد منكم إسراعا وأريد منكم إقبالا، لأن الخير إذا يعني قرب من النهاية ما كان من أصحابه إلا المسارعة. فموضوعي اليوم إن شاء الله من مواضيع يا باغي الخير أقبل، هو الإقبال على المسارعة في الخيرات، المسارعة في الخيرات. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن شهر رمضان وصفه بأيام معدودات، فكأنه يريد أن ينبهنا أن الأيام قليلة، والعاقل يعني الإنسان العاقل النبيه لما يعرض عليه كثير خير في أيام قليلة، وش يدير؟ أيام قليلة وينتهي ذاك الخير، يعني سيسارع، لا يملك إلا المسارعة والمسابقة حتى ينال جميع من العطايا والمنح الربانية والتي يعطيها إن شاء الله ويتفضل بها على عباده في هذا الشهر. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمسارعة في الخيرات كمبدأ من مبادئ الدين وكخير دعا إليه في القرآن الكريم. فيأتي رمضان كمدرسة يغتنمها الإنسان ليسارع في الخيرات. متى؟ يعني يسارع في رمضان ويخرج بهذا الدرس في باقي رمضان، فيجد المسلم نفسه يستجيب لتلك الآيات الكثيرة جدا والتي يأمر الله سبحانه وتعالى العباد بالمسارعة والمسابقة في الخير. اسمعوا لقول الله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. اسمعوا إن شئتم لقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوب هم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. جمع المسارعة مع السباق، سبحان الله. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. في هذه الآية فيها لفتة طيبة، العلماء يقولوا السابقون الأولى مبتدأ والثانية خبر، يعني السابقون في الدنيا في الخيرات، سابقون في الآخرة في الجنات، ولهم أعلى الدرجات إن شاء الله تعالى. وقال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم. وقال الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأي أحاديث أيضا كثيرة جدا، أكثر من أن تعد، يحث فيها الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام المسلمين على المسارعة والمسابقة والتسابق في الخير. ويا سبحان الله، لما نقرأ تلك الأحاديث وهذه الآيات وآيات أخرى تجد هناك منهج في القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى لما يكلمنا عن الدنيا قال: فامشوا في مناكبها، قال فامشوا. لكن لما يكلمنا عن الآخرة يقول: وسارعوا وسابقوا السابقون. فسؤال يطرح نفسه: أي السيرين نسير، في الدنيا وفي الآخرة؟ الدنيا يمشي غير بالعقل، أما الآخرة فعليك بالمنافسة والمسابقة والمسارعة. ف انظر في نفسك في هذا الشهر، يا ترى أي مشي وأي سير أنت عليه؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث الأمة على المسابقة في الخيرات ونبه بأحاديث كثيرة، من بينها أذكر لكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. بادروا، هذه معناتها فيها سرعة، مبادرة. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. الله المستعان. بادروا بالأعمال. إذن يريد أن يوصل إلينا يعني إرشادا نبويا أن المسابقة في الخيرات تقينا تلك الفتن، فنثبت إن شاء الله على الإيمان، نصبح مؤمنين ونمسي مؤمنين، ويقين الله شر هذه الفتن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، قال: هل تنظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذه السبعة كلها تستحق من المسلم الذي يؤمن بربه وبرسوله وبدينه أن يبادرها بالخيرات ويسابق ويعاجل هذه الأمور التي لا يدريها الإنسان في الغيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس. قال: اغتنم شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذه الخمسة يعني الشباب والصحة والفراغ والغنى والحياة هي أوقات الأعمال الصالحة والمنافسة، لأنها كلها مهددة بالأضداد، فما من شباب إلا ويتهدده الهرم، والصحة يتهددها السقم، والفراغ يتهدده الشغل، والغنى يتهدده الفقر، والحياة يتهددها الأجل والموت. فلذلك العاقل هو الذي يستغل هذه الفرص المتاحة قبل أن تذهب عنه فيستغلها في الخير. ولذلك قلنا فيما سبق أن الإنسان في آخر لحظة يفارق فيها دار الدنيا وينتقل إلى دار الآخرة، سبحان الله، هو يرى ملك الموت جاء إليه طول، ماذا يقول؟ يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يتمنى أن يكون من المبادرين في الخير والعاملين للخير. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ينبهنا يعني أحاديث كثيرة لا أستطيع أن أتلوها جميعها، يقول: ما طلعت شمس قط إلا بعث الله ملكان يناديان يسمعان من على الأرض إلا الثقلان، يعني الجن والإنس، فيقولون: هلموا هلموا، هذه فيها إشارة إلى الإسراع، هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر ولها، ويعني وألها. فلذلك الإنسان يسارع ويبادر. ولهذا دائما نرى في القرآن ثم السنة ثم في السير، نجد في السير سير يعني سير الصحابة والسلف الصالح يعني صفحات ناصعة وبطولات في المسارعة في الخيرات، هذا همهم. فخذوا مثلا قصة سحيم مولى بني تميم، قال: جلست إلى عامر بن عبد الله يوما وهو يصلي، يعني راح له القاه يصلي فجلس إليه، والرجل حس باللي كاين وحده ويستنى فيه، ماذا فعل؟ قال: فأوجز في صلاته، أوجز يعني كان راح يطول في الصلاة كي شاف صاحبه جاه، ولا قصر الصلاة لكي يرى ماذا يريد. قال: فأقبل إلي وقال يعني أريحني، قال: أريحني بحاجتك يا أخي. شوف الجملة: أريحني بحاجتك يا أخي. فقال، فنظر إليه فقال: رحمك الله، لما تقول هذا؟ قال: لأني أبادر. قال: يا رحمك الله، ماذا تبادر؟ أريحني بحاجتك يا أخي فإني أبادر. قال: رحمك الله، ماذا تبادر؟ فقال: إني أبادر ملك الموت. هذا يبادر الأجل. فأين نحن من هذا الرجل اليوم؟ أين نحن؟ يعني أين الذين يعبسون ويتعبسون في يعني يتكشرون في وجه من جاءهم يسألهم الحاجة أو يطلب منهم المعونة؟ هذا يقول: أرحني بحاجتك، يعني هذا كأنه تعجل إنهاء الصلاة باش يدخل في عمل صالح واحد أخر اللي هو قضاء حاجة أخيه. فهو من عمل صالح إلى عمل صالح، هكذا ينبغي يكون المسلم، يقطع من عمل إلى عمل. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى. لماذا؟ ارغب فيما عند الله وما وعد الله به العباد. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، لا يتوقف
ما دام لم يتوقف بعد عمره فالوقوف فقط يوم يزف إلى تلك الدار. وفقني الله وإياكم لنكون من المبادرين ومن المسرعين في الخيرات المتنافسين والسباقين إليها في هذا الشهر الكريم وندوم عليها بعد هذا الشهر. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.